السلام عليكم الناس، كيف دايرين؟ مثلا ليكم نتمنى تكونوا بصحه جيده واحوال طيبه. مرحبا بكم. اليوم غادي ندوي لنا واحد الروتين الليلي، وغادي نشارك معكم لي برودوي اللي كنستعمل في الليل تاعي، وشي برودويات اللي عجبوني بزاف، لذلك كنت نبارطاجي معكم. راكم كتشوفوا معايا انا، يلاه دابا جيت دخلت للدار، كان واحد البرد اللي ما نقولش لكم البنات، واحد البرد قاري. صافي جيت درت ليا الطاقيه تاعتي، لبست ليا البيجاما، دوشت، عرفتي بعدا باش سخنت واحد شويه. لذلك كتشوفوا معايا البنات، خاص نحيد ليا الماكياج، انا ما كنقدرش ننعس به. شي حاجه خفيفه اللي درت ليا اليوم وقلت ضروري نبارطاجيها معكم. الوغ نبداو على بركه الله. قبل ما نقول لكم دائما اللايك وبارطاج باش تعم الفائده، دي برودوي غادي يعجبكم، يعجبكم بزاف. اول حاجه الناس غادي نغسل ليا وجهي مزيان، غادي نغسلو عاد باش ندوزو الكريمات اللي كنستعمل، الكريمات اللي كتوافق بالنسبه انا اللي عندي البشره دهنيه وكتلي عندهم مثلا الحبوب ولا شي حاجه، غادي نوريكم شي حاجه طوب طوب طوب. الوغ غادي نبداو على بركه الله. انا غادي نغسل ليا وجهي بهذا لاغوش بوساي، هذا هو احسن حاجه واحد باش كنغسلو بيه الوجه تاعنا. انتما كتشوفوا poco de ASMR. هذا البنات انا ما كيخدعنيش. كتشوف هذا يا البنات اش نقول لكم، هذا كيبيض الوجه، هذا الثلج تاع البيض. بقاو ديروا هكذا تمصيو وجهكم باش يدخل ليه، ما كيحرقش العين ما حتى شي حاجه. هذا واحد لاموس واعره غنيه بالبروتين تاع البيض، حاجه هائله للوجه. عرفتوا هذه في سيمانه كتلاحظي واحد الفرق شاسع، وجهك كيولي ابيض، شنو هي ابيض. ونغسلوها دابا، قلت لكم البنات هضره ما كيحرق ما حتى شي حاجه. نغسل وجهي مزيان ونرجع معكم. نديرو لها ان بوتي بو دو ماساج، كتشوفو معانا نخليو واحد دي مينوت ابخي نرجعو ناخدو لينا لو كوطون تاعنا. انا البنات كنستعمل ليا هاد اغوا ميسيلار، ضروري واخا كدير هكذا هانت شو شحال غسلت ومازال. سي بون سي بون هانت. دابا البنات ناخد ليا لاسيد تاعي هيالورونيك اللي كنستعمل هذا، خاص الوجه يكون ما يكونش ناشف.
طب تبع ضيع سبسوغ غبي دموع نت. انا كنستعمل البنات اللي كيبقاو يقولوا لك سي با غاف ديريه في الصباح ديري. انا انصحكم البنات، انا هذيك هذه الديرماتولوج، هذا الشيء تاع الاسيد، اي برودوي فيه مكتوبه فيه اسيد، اسيد هيالورونيك، اسيد اسيكسيليك، اللي مكتوبه فيها اسيد كيستعمل في الليل، لانه ما خاصوش الضوء تاع النهار تاع الشمس، ممنوع، لان هذاك الشيء كيكحل ليك اللي كنتي كديري باش تبيضيه، صافي كيكحل. هذا ما رابيد مورا البنات غادي يبدا ينشف، نخليه واحد شويه باش ما نطولش عليكم. خرج لي البنات الديرماتولوج، غادي نشارك معاكم واحد الكريمه، واحد الكريمه مزيانه البنات، حاش الا لاحظت معايا هنا عندي واحد بحال كي كنقولوا لهنا هنا بالروغه، فهمتوا؟ انا غادي ندير ليها واحد النقيطه في الكريمه تما. هذه هي الكريمه البنات اللي عندها، هادو كيقولوا لهم ما عرفتش نقول لهم البنات بالعربيه، هادو كيقولوا لهم بالروغه. هذه خرجت ليا، هذه غير قصتها بحال هكذا وبقات غاده وكتخرج، غاده وتخرج. انا مشيت عند الديرماتولوج وخرج ليا هاد الكريم، هذه كندير لها بحال هكذا والحمد لله مشات هكذا. كي قال لي دير عليها نقطه كومسا صافي وكنخليها حتى هي كتنشف. ايوا دابا البنات عاد باش غادي نوريكم هاد البرو، هاد البوماده، هاد البوماده البنات خطيره، عشان نقول لكم هادي هادي حتى هي واعره، كتحيد لك هذاك الشيء تاع الحبوب، كتحيد لك التصبغات، كتخلي لك واحد النضاره في البشره. هذا البنات هاد الاسيد هذا كيحيد لك حتى هو الحبوب، هاد الاسيد هذا اللي كنستعمل عرفتو كانوا فيها شي حبيبات هما مشاو طاروا. هادي كندير ليها نقطه هكذا، شو الاسيد غابي دمو كتشربو، ديرها تحت عينيك حتى هي عرفتي. الكريمه الكريمه واعره البنات، هانتوما ديروا عليها سكرين وقلبوا عليها، عرفتو واعره، عشان نقول لكم واعره خطيره خطيره، عرفتي كلشي البنات كشراوها. انا انا براسي انا من شفت عليها كيهضروا عليها البنات في تيك توك مشيت شريتها وعجبتني، عجبتني النتيجه بزاف. كريم ايدغاتونت انتي ايج، كتحيد لك دوك لي بوان نوار، كتحيد لك ديك الكحوليه اللي كتكون تحت عينيك، كتحيد لك دوك الطبايع، كتخلي لك واحد النضاره في الوجه تاعك. ها انتم صافي هكذا واحد شويه. انا هادشي كلشي البنات كنديرو في الليل، انا في الصباح لا كريم ايدغاتون تاعتي هذا والبروتيكسيون، الكريم الفوميده مع البرد، انا هو كندير ليا زيت كوكو بيو، احسن حاجه هو الزيت البنات. سي بون، وفي الاخير كندير ليا انا هاد لو تروك هذا لشعري. هذا البنات اللي بغاتو انا غادي تواصل معايا عبر انستغرام، انا كنبيعو البنات، عرفتي البنات انا شحال كان عندي الشعر شحال طاح ليا ومن بديت كنستعمل فيه، واعر واعر البنات. هذا خصيصا البنات اللي كطيح لهم الشعر، هذا سبراي كنستعملو في البلايص اللي ما عنديش فيهم الشعر واللي خفاف ليا، والبنات اللي كيقلبوا على الطول تواصلوا معايا، انا هذا هو اللي كنبيعو، كندير ليه مساج بحال هكذا. وتشوف لك البنات الشعر، عرفتي كيفاش الشعر كيولي لك كيولي لك طوال، وكاع دوك الفراغات اللي كيكون عندك خاوين حتى هما كيعمروا. هذا البنات بعتو شحال من بنت وتبارك الله عجبهم 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 بزاف. اللي كتشوفوا معايا البنات هذا هو الروتين تاعي تاع كل ليله، نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا يعجبكم شي برودوي ولا شي حاجه مرحبا، نتواصلوا معايا وما يكون غير الخير. مع السلامه.